أيوة بسكوت شاهي وأوريو ودريم موب. بتسوون حلا في ضيوف جايينكم ولا بتروحوا عند ناس؟ خلاص خلاص ما مشكلة نوصل لكم، بس لا تقولين مالك دخل. يلا شكرا، هذا دكان أبو سعد معاملته سيئة مع الزباين، لا عاد تدقين علينا، مع السلامة. اليوم تنكرت بشكل مختلف، إن شاء الله أبو سعد وعياله ما يكشفوني. أنا ماني خايف إلا من سعد هذا، اللي كل من جاني قال صوتك مو بغريب، صوتك مو بغريب. ما علينا، خلك ركز في أهدافك. الكرة الوردية صنعناها من ريش طائر النورس، الكرة الخضراء صنعناها من ذيل التمساح الإغريقي المتفلسف. متفلسف؟ وش ذا الكذب؟ ما مشكلة. الكرة الصفراء الصفراء وليس أي صفراء، بس كرة صفراء مصنوعة من الورد الذي أكل من رحيقه النحلة. تمشي. الصابون السحري ينظف الكرة وينظف نيتك إذا كانت سيئة. كذا يمكن أبو علي بيشتريها، إذا قلت له ينظف نيتك السيئة أكيد أبو علي بيشتريها، اللي شايب هذاك نيته وسط. قرب يا ولد عليكم بهذه المنتجات، شوف أقدر أسوي حركة، ارمي الكرة في السماء، استلم الكرة من السماء وأشياء أخرى. تعال أوريكم الشغل السنع. تعال يا أبو علي. لازم واحد يوقف رزقه محله. بارك الله. هذا الشغل هذا زي اللي قلت لكم انا الحين، هذه تموينات ابو سعد واولاده. الله 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 يا ابوي، على البركه على البركه على البركه. لكن يا ابو سعد احسها ما هي زينه. ليه؟ ما هي انظر. ليش؟ لو حطيت وابو علي جدهم كان طلع لها لمحه. يا انت لازم تفرق بين اللوحه وبين الكتاب، انا ما بقعد انا اكتب اصفصف الكلمات، يكفي يا ابو علي عاد خلاص. يا جد انت الساس، انت الاساس. الله الله. تعلم من ولدك، تعلم الجند المجهود. الله يسلمك، حطوا شيء، حطوا حرف العين. الاساس ما اللي بيننا اكبر. نعم. اسرع واقترب، منتجات لا توجد في السوق الا مرة واحدة، سينتهي العرض بعد قليل. اشتري اذا كان ريحتك خايسه او نيتك وسط. استعجل واشتري الصابون السحري. هذا اتمض هذا ولا هذا مطولنا الحين. عارفه وش ذا؟ وش يا انت سعدان، انت قد خبرت في حارتنا سالفه. انا متحمس جاي بقول علم الجيران نزلنا نوعين مكرونه. بحجمه الصغير اكبر من محل ابو سعد واولاده. ايش انت الذي في قلبه وجود الانسان؟ قصه تعبير يا اخوي، الله يطول عمرك. طيب ممكن تسوق المحل لنا يعني، ما انك جاي اليوم تسوق المحل ابو سعد، بقاله ابو سعد ونعطيك 5 انت قبل يسوق هذا. وش انت جايبك هنا عند بقالتي؟ انا تعبت يا ابو. انت جبون؟ ها انت جبون؟ انا راعي ذا البقاله اللي وراي، شلون زبون؟ راعي البقالة وأنا راعي هذه البقالة. رجع كل شيء. وش تبيع هنا؟ دقيقة دقيقة، هذه وش ذي؟ كرة البلياردو ذي وش؟ هذه الكرة. أيوة. إذا اشتريتها. ما لله. بيها رقم 5. يا شيخ. إذا حطيتها في جيبك. أيوة. وأنت ماشي في الطريق. يمكن تلقى 5 ريال. سبحان الله. أنا قايل لك إنه ساحر، خذها ودها الهيئة، خذها. لا لا لا. دقيقة. لا لا تظلم الرجال. يمكن تلقى 5 ريال. يمكن تلقى 5 أسود. ايش؟ أسود. 5 ايش؟ أسود. 5 أسود؟ أسود. قالوا الأسد يقول كذا. راح أدري لك أنت، حتى هذه الفقرة فقرة تميم، شو خليني أسولف معه. ويجيك الأسد يقول لك. أيوه. وبعدين إذا جاك الأسد. أسلم. وأعطيته 5 تطلع لك 5 من الطلقات. اطلق على الأسود. يجيك بعد الأسود يمكن ايش؟ يمكن حسود تنقذك من هذا الموقف الشديد. اما وخر يا وخر، ابغى في كلمه راس يا 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 اخ. هذا المنتج اذا كانت
كبرت علي الله يصلحك. ما في مشكلة، لأن شفت كل ما أقترب من النية شيء. وش الريحة دي؟ هي ريحة منها ولا منك؟ صابون صابون. إي هذا الصابون ينظف حياتك. كيف ينظف حياتي؟ يعني مثلا لو أنك أنت حياتك يشوبها يشوبها. ها؟ يشوبها. ها؟ يشوبها. إيه أسلم. يتوبها يعني أقول لك تأخذ المعنيين. أنت أحسك ما شاء الله فاهم. إيه. وناجح في تجارتك. ما عندك شيء يرجعني شباب؟ هذا أبغى أنشط شبابي وأجدد شبابي. اسمع 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 هذا الصابون يشوبك، يعني يشوبك إيش يعني؟ يعني يخليك يشوبك، يعني يخليك يشوبك. يشبشبني. ايوه ايوه قول يشبشبني، اعرفك اذا شبشبني. النحو صابون العجيب. النحو الصابون العجيب. النحو النحو الصابون الذي ينظف كل كم شيء. كم سعره؟ ها؟ كم سعره؟ 5700 دولار. اعطني اياه واخذها من راعي البقاله ابو سعد، تراه تاجر. مالي ندفع الحساب اولا. عنده صابون وكوع. ما ودك تعطيني شيء؟ خليه يدفع اشتريه احسن لك. يا ولدي والله شوف انا يا ابو علي خلاص انا سمعت حواركم هذا اللي ابو سعد ودي ابغى اللي يشوب هذا يشوب الصابون ابغاه يقول يشوب. انت تدري ايش بضاعته ابو علي وشو يبيع الحين؟ الصابون ذا زين وعليه طلب، اخذه. عندنا ابو علي صابون في البقاله زي من صابون، وعندنا في البيت خير. لا لا هذا غير. خلاص انا بعدين ابغى اكلم بنيتك الله يصلح هذا الدعك. رحب ابو علي، انت يا الحبيب انا ابو سعد الله يسلمك. هلا احسن يا عدي، يحبك يا ابوي واجد. اي أيوة والله. لكن يا الحبيب اول شيء انت ابو من ولا وش اسمك انت؟ انا كومار ولا وش اسمك؟ حين تشتغل بالفضاء انت؟ تقرب لك ناسا ما ادري ايش اسمها ذي. حسين. ناسا ولا الوثائقيه؟ اسمي حسين. حسين؟ مو حلاق؟ مو حجين. ها؟ حسين. حسين. من الضمع ولا؟ ما شاء الله والله طريف. هذا الحقيقة أنا قاعد أختبره الآن في طرافته. نعم. عشان كذا ترى بنسوي الآن شيء للجيران. يلا. ونخليك تشارك معنا. يلا. بس قبل أنت كيف تجرأت تجي تفتح بجنب بقالتي؟ نحمد ربك. قل شكرا هذه بقالتك الحين. عجل. دق قبل شوي زبون. ها؟ زبون دق على التلفون. إي. وقلت له ألو. أهلا بالغالي. أيوه. أكيد. حقق لي يا مالي. أيوه. اهلا بالغالي تفضل اطلب وان شاء الله محققين لك كل الامالي. كذا تقول له تفضل يا سمسم ابوابك. بعدين طلب بسكوت. بسكوت. ومديت يدك على اغراضي وعلى بضاعتنا؟ لا بس سجلتها بعقلي عشان اقول لك وتوصلها بالدباب يوصلها هذا. اي شوف عاد انت يا حسين ما ادري ايش اسمك انت. حسين. 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 اي حسين صغير العنز. لا صغير الثور. صغير البقرة. البقرة. أنا مو صغير البقرة. عجل هذاك. ها بس الحسيل. حسيل؟ أيوه. نشوف بعدين نسأل الجيران يعلمونا. لو سمحت. لكن شوف يا الحبيبي أنت يا حسيل. أوف شكل هذا أنت. ألو؟ يمكن في واحد فتر الخط خليه مشغول. لحظة أنتم اللي كلمتوا قبل شوي. إيه هذا يشتغل عندي صبي ذا يشتغل عندي. لا 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 ما عليكم ترى توه جاي السعودية ما يدري وش الطبخة. خلاص خلاص اللي كتبتوه اللي قلتوه أبد مسجل عندي الآن. بعدين بخلي احد هذا الشباب يحضرون. قل لهم يا ابوي ترى نزلنا مكرونه نوعين. المكرونه الطوال ذي المصابع ذي الطوال ذي هذه شوفها. احسن. والمكرونه هذه يا ابوي اسمها ايش اسمها ذي جدي الطوال ذي شو اسمها؟ فش فش فيني. شو اسمها؟ فش فش فيني. وايش فيك انت؟ فش فش فيني. هذا شو اسمها؟ فيني مكرونه ايش فيني؟ ما تعرفها فش فيني. عندنا مكرونه ايش فيني. والمكرونه الثانيه شو اسمها يا ابوي؟ فش وين؟ مواصير هذه. هذا مواصير. مكرونه المواصير. شايف ما جبتوه؟ المهم عشان ما اعطل الزبون. بعد شوي ترى عندنا مسابقه لجم. وين راح ذا؟ زاد الموضوع عن حده. تعال يا تميم. طلعوا بالله تفضل يرحم والديك. تفضل يا اخي هذا مكانك هنا. تفضل الله يرحم البقاله. يلا يلا مع السلامه. جهزوا بعد شوي. كور سريعه التحدي انسان لا يصنع الوسوط. هيا عليكم السلام احضر الى هذا السوق تجد كل ما يروق. الله يا اخي. عائله ابو